ايه ده؟ في حاجة واقفة معاك في الأسئلة؟ قول لي حركات، ايه المشكلة اللي معاك وانا احلها لك. بجد يا استاذ؟ يعني انا لو قلت لك المشكلة هتحلها لي؟ انا مش عارف احل الامتحان، يا ريت تحلولي. ايه ده؟ انت مش عارف تحل الامتحان؟ انت بتهزر معايا يا استاذ؟ يعني ما ينفعش بصراحة، كل دي اسئله 25 سؤال كفايه علينا بصراحه، هم سؤالين سؤالين. وانت عايز السؤالين بقى ايه يكونوا ان شاء الله؟ السؤال الاول ما هو اسمك، السؤال الثاني عندك كام سنه، بس كده. المفروض اصلا هو ده الامتحان. انت بتهزر معايا يا طالب انت؟ الحمد لله، كنت عارف ان انا هقفل الامتحان. امتحان كان سهل يا حركات. اصلا في حاجة غلط، الورق مش دي الورقة بتاعتي اساسا، ازاي انا جايب درجة دهيا؟ انا كنت حالل الامتحان يا جدعان. يلا بينا نمشي من المدرسة يا ابو علي. يلا بينا نمشي بقى يا حركات عشان نقول لبابا على درجة الامتحان. ما بلاش نقوله يا ابو علي، اصل انا جايب درجة عالية جدا، مش عايز اخليه بقى يفرح زيادة عن اللزوم. لا يا حركات عادي، يلا بينا. طيب يلا وصلنا على البيت، لازم اقول لبابا على الدرجه اللي انا جايبها. ما بلاش نقول له يا ابو علي. لا لازم نفرحه. طيب ماشي، يلا ندخل. بابا يا بابا بص النتيجه طلعت يا بابا بتاعه الامتحان، انا جبت درجه يا بابا حلوه قوي هتعجبك. حركات وابو علي، ولادي التوام عاملين ايه؟ ابو علي يا ابني جبت كام؟ بص يا بابا انا مقفل الامتحان وما غلطتش ولا غلطه، الحمد لله اللي ذاكرته ما راحش على الفاضي. بجد يا حبيبي انا فرحت لك جدا. وانت يا حركات عملت ايه يا ابني في الامتحان؟ انا يا بابا جبت نقطه مدوره كده، الاستاذ كتبها لي في الورقه. نقطه ايه يا ابني؟ نقطه صغنونه كده يا بابا. ايه النقطه دي؟ بص يا بابا انت خد الورقه وشوف بنفسك. وريني كده حركات، انت درجتك ايه؟ حاضر. يا نهار ابيض، انت جاي بحركات صفر في الامتحان؟ انت ما كنتش بتذاكر ولا ايه؟ ايه ده صفر؟ هي النقطة ده هي صفر؟ ده كده ظلم يا جدعان، ازاي انا جايب صفر؟ انا حلل سؤالين. بجد يا حركات انت تعبتني اكتر من اللازم، انا تعبان يا ابني ما تتعبنيش، ارجوك ذاكر عشان تكون شاطر زي اخوك ابو علي. يا بابا صدقني انا نفسي اذاكر واكون شاطر يا بابا، بس الاسئلة دايما بتيجي صعبة. معلش يا حبيبي، انت ذاكر، وانت يا ابو علي ساعد اخوك في الدراسة. حاضر يا بابا، انا هساعده في اي حاجة، ولو احتاج مني اي شرح ولا اي حاجة يكلمني وانا اساعده. انا مش محتاج شرح، انا فاهم كل حاجة، بس هي الاسئلة اللي بتيجي صعبة يا بابا زي ما بقولك. طيب حركات، ما انت لازم تذاكر يا ابني عشان تنجح. طيب يا بابا وعد مني الامتحان اللي جاي لازم اقفل الامتحان، اصلا الامتحان ده مش مهم، ده امتحان الاسبوع، عشان كده انا ما بذلتش طاقتي في الامتحان، قلت مش لازم اتعب كتير في الورقة، قلت احوش اللي انا ذاكرته ده اهون في الامتحان الكبير. ماشي يا حركات، اتمنى كده فعلا. يلا يا ولادي دلوقتي اطلعوا استريحوا. حاضر يا بابا، انا عندي مشوار صغنن كده بس مع اصحابي. طيب يا حركات ما تتاخرش. حاضر يا بابا. سلام ابو علي يا اللي مقفل الامتحان. سلام يا حركات. بص يا بابا انا عاوز هديه حلوه بقى. عينيا الاثنين يا ابو علي. يلا يا ابو علي انا كمان عندي مشوار ضروري، باي. ماشي يا بابا باي. يس بابا هيجيب لي هديه عشان انا قفلت الامتحان، هو ده الكلام. انا كده بقى ايه، مذاكرتي مش بتروح على الفاضي، بجيب درجه حلوه وباخد هدايا كمان، مش زي اخويا حركات جايب نقطه مدوره. انا لازم اراجع شوية بقى على الامتحان بتاع الشهر عشان اجيب فيه كمان درجة حلوة عشان بابا يفرح. خلينا اذاكر شوية. ايوة انا هو ده البيت، انا لازم افتحه فورا، لازم اسرق كل حاجة بسرعة. اخيرا فتحت الباب. ايه ده؟ انا سمعت صوت، الباب اتفتح. اللي انا سمعته ده، انا لازم استخبى بسرعة اشوف مين اللي جه. لازم اسرق الخزنة بسرعة زي ما توقعت تماما، مفيش حد، لازم اسرق الخزنة فورا. يلا بسرعة قبل ما حد يجي. يا نهار زبادي، ده حرامي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير انا في البيت، وكمان بابا وحركات مشيوا. لا انا جبان، انا استحالة ان انا اطلع لحرامي، خليني استخبى. اصلا مفيش اي حد من اصحابي في المحل، انا عارف العال ده هي ما جاتش ليه، اكيد جابوا نقطة زي في الامتحان. هتلاقي باباهم معاقبهم. انا لازم اخلي درجتي حلوة، النقطة دهيا مش عايز اجيبها تاني، خلينا اروح. يلا انا لازم افتحك النهاردة، لازم اسرق كل الفلوس. يا نار زبادي، الحرامي عمال يخبط في الخزنة. طب انا اعمل ايه؟ طيب خليني مستخبي لحسن يجي يضربني. اخيرا وصلت البيت، خليني اطلع انام.
الله، ايه الصوت ده؟ هو ايه صوت الخط ده كله؟ الصوت جاي من الخزنه هنا. هو فين ابو علي؟ انت مستخبي في البلكونه كده ليه؟ لا ابدا يا حركات، اصل الجو حلو في البلكونه، فانا قلت اقعد في البلكونه شويه. وانت كده كنت قاعد، انت كنت مستخبي. ابو علي ما تكدبش عليا، ايه الصوت اللي جوه ده؟ هو يا حركات مفيش حاجة، في حرامي بيسرق الخزنة جوه. حرامي يستجرأ يجي البيت بتاعنا؟ انا لازم ادخل اكسر راسه، انا هوريه فورا. خليني اجيب الشاكوش من الدولاب. شاكوش؟ انت ما بتخافش خالص يا حركات؟ ابدا، انا لازم اضربه. فين الحرامي عند الخزنة؟ ده انا هوريه. اخويا حركات ده مش بيخاف خالص. اخيرا سرقت كل الفلوس. فلوس؟ انا هوريك. امسك. امسك يا حرامي، جاي تسرقنا؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اتصل ببابا ولا اتصل بالشرطه؟ طيب اخويا حركات ممكن يكون محتاج مساعده. ابو علي خد الحرامي ده، اهوت ارميه من البلكونه. يا نهار زبادي، انت ضربت الحرامي؟ امال اعمل له ايه؟ اطلب له شاي؟ امسك ارميه من البلكونه. لا لا ارجوك ما ترمينيش من البلكونه. خلاص يا حركات، ده شكله غلبان، سيبه بقى ومش هيجي يسرقنا تاني. اسيبه؟ ده حرامي بقول لك. ابو علي استنى، انا هكلم بابا اشوف هعمل فيه ايه. خد بالك من الحرامي يا ابو علي، هكلم بابا وجاي لك. ثانيه واحده. طيب ماشي حركات، عايز نرمي الحرامي من البلكونه؟ يا نار زبادي، انا عندي قلب اعمل كده؟ ايه ده الحرامي قام؟ دماغي وسع ابني كده، خليني اهرب. اتفضل يا حرامي. يا نهار زبادي، هو الحرامي هرب ولا ايه؟ انا ما شفتش حاجه. انا ماليش دعوه باي حاجه، بلا حرامي هرب بلا حرامي حركات. اخويا بابا مش بيرد يا ابو علي، انا لازم اخد الحرامي دوت على الشرطه. هو فين الحرامي يا ابو علي؟ إيه الحرامي؟ مش عارف هو راح فين، ده كان نايم هنا كده مره واحده لقيته اختفى. الله يخرب بيتك يا ابو علي، انت هتجنني. انت مش فالح غير في المذاكره بس، انت دماغك شغاله في الدراسه، لكن اي حاجه غير كده انت جبان. معلش بقى حركات اخويا، اصلا انا ضعيف. ضعيف ازاي بجسمك ده؟ هو بص جسمك عامل ازاي يا حركات اخويا؟ يعني انت مش عارف ان انا نافخ جسمي كده في الجيم عشان انا جبان؟ ايوه انا عارف ان انت نافخ في الجيم، ويا ريته نافع. اصلا اتصلت ببابا لقيته مش بيرد. طيب بص، احنا ما نقولش لبابا على اي حاجه من اللي حصلت، ماشي؟ طيب ماشي، بس بشرط. ايه الشرط ده؟ هو انا حركات ان انت تغششني في امتحان الشهر، لازم اجيب درجه حلوه غير الصفر ده. هو الصفر ده مش عايز اشوفه في الورقه بتاعت الامتحان بتاعتي تاني، مفهوم؟ ايه طيب يا حركات اغششك؟ ماشي. ما تقلب لنا يا ابو علي عن التلفزيون ده، هو يعني حتى لما نتفرج على التلفزيون نشوف المدرسه كمان. حركات بس انا بحب الفيلم ده قوي، استنى ده فيلم حلو جدا. يا دي بقى وجع الدماغ، يعني احنا هنبقى في المدرسه 24 ساعه كمان؟ ايه الملل ده؟ هو يا ابني اقلب. طيب يا حركات خلاص هقلب اهو، استنى بقى. ايه ده يا اولاد، انتوا لسه صاحيين؟ ايوه يا بابا انا لسه صاحي، هتفرج على الفيلم ده واطلع انام. طيب يلا عشان تناموا عشان المدرسه. ماشي يا بابا، يعني احنا نتفرج على التلفزيون على المدرسة، وكمان نبقى في المدرسة، حياتنا كلها في المدرسة. بصوا بقى يا ولادي التوأم، انا محضر لكم مفاجأة هتعجبكم جدا. مفاجأة؟ مفاجأة ايه يا بابا؟ ايه المفاجأة ده هي؟ مفاجأة ايه يا بابا؟ بص يا ولاد، انا جبت لكم عربية احدث موديل، واللي هيجيب فيكم درجة اعلى في الامتحان اللي جاي بتاع الشهر، انا هديله العربية دي هدية. انا اللي هجيب الدرجة النهائية؟ لازم يا بابا اغير الدرجه بتاعت النقطه المدوره ده، هي الصفر. هجيب اعلى درجه في الامتحان. ما تورينا العربيه يا بابا. طيب يا اولاد تعالوا يلا. العربيه حلوه قوي يا بابا، نفسي اكسب العربيه دي، انا لازم اجيب درجه حلوه في الامتحان. اللي هيجيب درجه اعلى من التاني هو اللي هياخد العربيه دي. طيب ماشي يا بابا. يلا ودلوقتي اطلعوا ناموا وجهزوا نفسكم لامتحان الشهر. طيب يا بابا حاضر. ماشي يا بابا، انا لازم اكسب العربيه دي. ودلوقتي بعد ما وزعت الورقة عليكم، كل واحد عينه في ورقته، وقدامكم ساعة من الزمن، لازم تكونوا مخلصين الامتحان. يلا اتفضلوا. ايه ده، الامتحان جاي من كل حاجة انا مذاكرها. يا سلام، انا هقفل الامتحان ده. ها؟ بتقول ايه انت؟ الامتحان مية، انا هقفل الامتحان ده كمان. ها؟ بتقولوا ايه يا جدعان؟ حركات، انا ليه سامع من عندك صوت؟ في حاجة في الامتحان مش فاهمها؟ قول لي عليها. لا يا استاذ، انا فاهم كل حاجه، بس انا يعني ايه لسه كده، ايه مفيش حاجه يا استاذ. اتفضل انت. طيب ماشي حركات، لو احتجت اي حاجه ناديني. حاضر يا استاذ، هو بس الامتحان يعني انا مش عارف اقول ايه على كميه الاسئله ده. ايه ده،
في حاجه واقفه معاك في الاسئله قول لي حركات ايه المشكله اللي معاك وانا احلها لك. بجد يا استاذ؟ يعني لو قلت لك المشكله هتحلها لي؟ انا مش عارف احل الامتحان، يا ريت تحله لي. ايه ده، انت مش عارف تحل الامتحان؟ انت بتهزر معايا يا استاذ؟ يعني ما ينفعش بصراحه، يعني كل دي اسئله 25 سؤال كفايه علينا بصراحه، هما سؤالين. سؤالين؟ وانت عايز السؤالين بقى ايه يكونوا ان شاء الله؟ السؤال الاول ما هو اسمك، السؤال الثاني عندك كام سنه بس كده، المفروض اصلا هو ده الامتحان. انت بتهزر معايا يا طالب انت؟ يا استاذ اقول لك ايه بصراحه، بص كميه الاسئله عامله ازاي، ازاي اجاوبها؟ طيب يا جدعان بص مكتوب لي ايه في السؤال الاول. انا مش مصدق بجد، انت ازاي توأم ابو علي؟ ابو علي شاطر جدا وانت فاشل. معلش يا استاذ، انا عارف ان اخويا حركات متعب شويه. متعب ايه يا جدعان، الاسئله والله صعبه. بص يا استاذ، اول سؤال بيقول لي ايه، كم عدد المرات التي فاز بها اسامه محمد في الحروب، بالحروب الفارسيه؟ طب انا اعرف منين يا استاذ؟ حد قال لهم ان انا كنت راكب جنبه الحصان؟ انا اعرف منين هو كم مره فاز بالحروب؟ انت تعرف يا استاذ؟ انت ولد، انت المفروض تجاوب على الاسئله، حل يلا وانت ساكت، طالب فاشل. ماشي يا استاذ، ورب النعمه تلاقيك ما عارف الاجابه. اسكت يا فاشل. طيب يا مستر، استغفر الله العظيم يا رب، انا مش عارف ايه كميه الاسئله دهيا. ايه الاسئله دهيا يا استاذ؟ انت طالب حركات، انت مش ساكت ليه؟ يا مستر بصراحه كميه الاسئله مش عجباني. طب ايه رايك يا حبيبي بقى انت اللي تروح تحط الامتحانات بعد كده؟ بجد يا استاذ؟ طيب انا بص اقول لك على كميه اسئله حلوه تحطوها للطلاب، تخلي كل الطلاب تقفل الامتحان. شوف انا هقول لك. قول لي يا سيدي. بص يا استاذ، ركز معايا كده وجاوب لي على السؤال ده. هو المفروض ده كان يتحط في الامتحان. ده ايه هو بقى ده؟ ما هو الابعد، استراليا ام القمر؟ استراليا ام القمر؟ القمر طبعا يا ابني. غلط يا استاذ، احنا القمر بنقدر نشوفه في السماء، لكن استراليا ما بنشوفهاش. شفت بقى يا استاذ؟ صفر. اقول لك السؤال اللي بعده، السؤال الثاني، وهو ليه دولة الارجنتين ما فيهاش تين؟ جاوب يا استاذ، مش عارف ولا ايه؟ دولة الارجنتين ما فيهاش تين؟ مش عارف. طب ليه ما فيهاش تين؟ اكيد ما بيزرعوش التين يعني يا استاذ. حركات، انت عايز تحط الاسئله دي بجد من دماغك؟ يلا حل بسرعه. استنى يا استاذ، في سؤال كمان اقول لك عليه. ايه هو ده؟ السؤال الاخير دوت يا استاذ بخمس اسئله، يعني لو جاوبته تنجح في الامتحان بتاعي. ايه هو ده يا سيدي؟ السؤال بيقول ماذا تعرف عن البحر الميت؟ جاوب يا استاذ. بحر الميت؟ اعرف ان هو اسمه كده. لا يا استاذ انت كده مش فاهم، كان عيان قبل ما يموت. انت ولد، انت تهزر معايا؟ يلا جاوب بسرعه. حاضر يا مستر. انا خلصت يا استاذ، انا عايز امشي. طيب ابو علي، يلا انت هات الورقه بتاعتك وتفضل امشي. يلا باي. شكرا يا مستر. وانا كمان خلصت يا مستر، اتفضل الورقه. ايه ده، الواد ده كان مغير صوته من شويه. مالكش دعوه يا حركات. برافو عليك يا احمد. شكرا يا مستر. مفيش غيركم انتوا الاثنين. طيب يا استاذ خلاص، انا يا بطني مش قادر يا مستر، بطني وجعاني، لازم ادخل الحمام فورا. ايه يا ابني مالك؟ مش قادر يا مستر، لازم ادخل الحمام. طيب طيب بسرعه. ماشي يا مستر. ايوه كده، اقفل الامتحان وانا اللي اكسب العربيه. عربيه؟ انت واد ابو علي، انت نسيت الاتفاق بتاعنا ولا ايه؟ يا حركات، اتفاق ايه؟ انت مش اتفقت ان انت تغششني؟ ولا هقول لبابا ان الحرامي دخل وكان هيسرق البيت وانت كنت بتتفرج؟ لا 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 لا، خلاص يا حركات اغششك. ماشي. طب اغششك ازاي يا حركات؟ انا خلصت الامتحان خلاص. ما تقلقش يا حبيبي، ده بتاعتي انا، انا جبت الورقه معايا لحد هنا، انت لازم تغششني. ايه ده، انت جبت ورقه الامتحان هنا؟ ايوان، قدرت ان انا اضحك على الاستاذ بسرعه. يلا حل لي الامتحان فورا. خد يا حركات، انا حليت لك الامتحان. طيب ماشي، انا لازم انزل فورا. ايه ده، التوأم بيغشوا؟ ابو علي بيغشش اخوه حركات؟ انا لازم اقول للاستاذ. انا لازم انزل الامتحان فورا، ادي الورقه للاستاذ. ماشي يا حركات. ايه اللي انتوا عملتوه ده يا ابو علي؟ انتوا كده بتغشوا. احمد اوعى تقول اي حاجه يا احمد، انا لازم اقول كل حاجه للاستاذ. ايه ده، الطالب حركات اتاخر كده ليه؟ الحمد لله، خليني بقى اكمل الامتحان. يلا حركات بسرعه عشان فاضل خمس دقايق. حاضر يا استاذ. انا خلصت اساسا يا مستر، اتفضل. ماشي حركات، هات الورقه. اتفضل يا استاذ، الامتحان كان سهل بس انا كنت يعني بهزر مع حضرتك شويه. طيب يا حركات. يلا باي يا مستر. باي. يلا يا ابني الوقت خلص.